وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد عتلم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بداية وبعد التحية، تنفيذا بالطبع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل الدولة تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين فضلا عن تدفق المساعدات الدولية وأيضا الإقليمية لمطار العريش. كيف تقرأ تلك الجهود؟ الحقيقه انه منذ تكليف وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، التحالف الوطني عبر مؤسساته ومتطوعيه قدم ملحمه كبيره تحت عنوان كتفنا في كتف اشقائنا في فلسطين، من خلال تجهيز القافله الاغاثيه الاكبر لقطاع غزه، وكذلك الحمله الاكبر للتبرع بالدم لصالح ضحايا العدوان الغاشم في غزه. القافلة اشتملت على 106 شاحنة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، وتتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، 40,000 بطانية، ده بجانب ما يزيد على 50,000 قطعة ملابس وأكثر من 300,000 علبة من الأدوية، إلى جانب طاقم طبي شامل لكل التخصصات. وده لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف اللي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بالتزامن مع ده، التحالف وكياناته قاموا ايضا بالتعاون مع وزاره الصحه وبنك الدم بتجهيز اكبر حمله للتبرع بالدم تحت شعار قطره دماء تساوي حياه بكافه محافظات الجمهوريه. والحقيقه انه كان التفاعل الشعبي سواء من متطوعي التحالف وشبابه او مختلف اطياف الشعب المصري مع الحمله كان عظيم جدا، وما شاهدناه في ميادين مصر كان عظيم جدا لصالح دعم القضيه الفلسطينيه. وبالتالي التحالف الوطني وحياه كريمه وكل منظمات الدوله كافه ومنظمات المجتمع المدني والاهلي اشتغلنا مع بعض على قدم وساق من اجل مسانده الشعب الفلسطيني على كافه الاصعده، سواء دعوات التهدئه او مخاطبات مجلس الامن او ارسال المساعدات اللازمه. كل ده في اطار الجهود المصريه المتواصله لدعم الاشقاء في فلسطين، واللي ترجمها التحالف الوطني بشكل عملي جدا. وازاي ان مصطلح مسافه السكه ليس مجرد شعار مجازي او تعبيري، لكنه واقع تجسد من خلال قافله الاغاثه، من خلال جهود التحالف في ملحمه شهدت تنسيق وتكامل كامل للادوار ما بين مؤسسات التحالف بالتأكيد ومتطوعين من الشباب. على جانب اخر، تعذر فتح الجانب المصري لمنفذ رفح نتيجه بالطبع استهداف اسرائيل للجانب الفلسطيني، الى اي مدى يستطيع المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لاحتواء الموقف الانساني في غزه؟ الحقيقه انه ان الاوان ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته. العدوان الحالي على غزه وعدم فتح ممرات امنه للمساعدات او للمدنيين وقصرها على الاجانب وهو ما رفضته الدوله المصريه بشكل قاطع، ده كله يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي. ما يحدث في غزه من منع المساعدات وعدم فتح ممرات امنه هو جريمه حرب متكامله الاركان. حان الوقت لكي يتخلى المجتمع الدولي عن تحيزه الاعمى، ان يكون هناك عداله، ان يكون هناك مراعاه للجوانب الانسانيه، وده اللي اكد عليه مجلس الامن القومي في اجتماعه منذ قليل برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار الجهود الداعمه اللي بتاكد على موقف المصري الراسخ تاريخيا وجغرافيا قياده وشعب تجاه القضيه الفلسطينيه. نعم، الدكتور وليد عتلم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا لك.